بنصبح على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واحنا بنشوف الكليب الصغير اللي يمكن لمجموعه من المشروعات الضخمه جدا اللي بداتها الدوله المصريه بقياده السيد الرئيس. عدد كبير من المشروعات في كل مناحي الحياه واللي بتخدم في الحقيقه المواطن المصري في المقام الاول، بتوفر حياه كريمه، سكن ملائم، صحه جيده، تعليم جيد، كل ما يكون علشان نقدر نخلق اجيال قادره على تحديات القادم باذن الله. ملف من اهم الملفات في الحقيقه اللي قضت عليها الدولة المصرية بشكل كبير جدا، بدأتها بالأكثر خطرا ثم الأقل، هو ملف العشوائيات. النهاردة احنا بنتكلم عن ثورة 30 يونيو في ذكراها الثامنة، أكيد عدد كبير جدا من الإنجازات والتحديات اللي شايفينها على أرض الواقع حدثت بالفعل، وده في كل منطقة في الحقيقة. دلوقتي حتى احنا بنتكلم عن ماسبيرو، حتى مثلث ماسبيرو ماذا حدث، في معجزة حقيقية على أرض الواقع، ده غير عدد كبير جدا من العشوائيات المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على الجمهورية الجديدة، كيف كانت مصر قبل ثورة 30 يونيو وأثناء ثورة 30 يونيو وما بعدها، ما حدث من يعني أخطار مختلفة كانت بتداهم العقول قبل أن تداهم البشر أو حياتهم حتى بشكل عام. مهم ان احنا نتكلم عن الفرق الواضح عن الجمهوريه الجديده عن مستقبل مصر في الفتره القادمه. معانا منورنا الدكتور ماجد عبد العظيم، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ شهناز. اهلا بحضرتك. يعني بشكر حضرتك ويعني بحيي جمهور حضرتك وجمهور صباحنا مصر. منورنا منورنا، صباحك جميل وصباحك مصري اصيل. النهارده بنتكلم عن مصر جديده، عن صباح مصري مختلف في الحقيقه، بنتكلم عن وجهه بقت للعالم كله وجهة جديدة حضارية، كنا بنتمنى كثيرا جدا حاجات يمكن كانت في الأحلام يا دكتور، لكن دلوقتي أصبحت واقعا حقيقيا وملموسا لكل مصري عايش على أرض الوطن، ولكل الأوطان والبلاد بقت بتشوفنا بشكل تاني خالص، بقت بتشوفنا بوجهة تانية مختلفة. كيف تنظر إلى مصر الجديدة؟ كيف تنظر إلى الجمهورية الجديدة بعد تغييرها، خاصة نحن بنتكلم عن ذكرى ثامنة لثورة حقيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي، هي مش نظرتي أنا بس، هي نظرة العالم أجمع إلى مصر. حقيقي في حالة من الاندهاش والانبهار بما تم تحقيقه من كل دول العالم في مصر، بمعنى أن إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن ما تم تحقيقه في مصر في فترة تعتبر فترة قصيرة في عمر الدول وفترة قصيرة في التاريخ، هو بمثابة إنجاز غير مسبوق. ممكن الإنجازات اللي حصلت دي تحتاج مش إلى 7 سنوات، تحتاج إلى 70 سنة ويمكن ما تكملش. وبالتالي ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى الأصعدة وفي مختلف القطاعات، ملفات موازية تسير في نفس الاتجاه ونفس الطريق، وبالتالي ما تم تحقيقه حتى الآن هو بمثابة فخر لكل المصريين بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية فعلا أنجزت ما جعل العالم يشيد بهذه الإنجازات. طيب خليني بقى أروح مع حضرتك إلى ملف من أهم الملفات على الإطلاق، هو ملف العشوائيات والقضاء عليها. بدأت الدولة المصرية منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لو اتكلمنا تقريبا في نوفمبر 2016، الخطة كانت سريعة جدا للقضاء على العشوائيات وبجدية غير عادية في الحقيقة، وكان ده يمكن بيخيلنا أن ده لا يمكن يحدث، بس جوه العشوائيات دي عشوائيات فكرية ليست فقط عشوائيات مباني. الطرق اللي كانت تم وضعها دي كانت خطيرة للغاية، ولكن تم واجهتها بكل شدة وبكل حزم. كيف تنظر إلى ملف العشوائيات؟ كمان لو نتعرف بقى على أهم الأماكن اللي تم إزالتها وتم توجيه أيضا سكانها إلى مناطق أكثر يعني معيشة ملائمة لهم. ملف العشوائيات لا يقل أهمية عن ملف الإرهاب من حيث الخطورة، وبالتالي له أبعاد ليست فقط اقتصادية وإنما اجتماعية وأيضا أبعاد أمنية وأبعاد سياسية، بمعنى أن العشوائيات ممكن تكون بؤر لمزيد من القلاقل والإرهاب. وبالتالي ملف العشوائيات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 كان على قائمة أولويات الدولة. طبعا علشان نمرة واحد، العشوائيات هي حياة غير كريمة لا تليق بالمواطن المصري. القيادة السياسية بتتبنى سياسة هي الرقي بمستوى معيشة المواطن المصري من حيث السكن، من حيث الرعاية الصحية، من حيث التعليم وما إلى ذلك. وبالتالي لو نظرنا إلى مناطق العشوائية بس في محافظة القاهرة، هنجد أن محافظة القاهرة فيها 110 منطقة عشوائية.
على مستوى الجمهورية نجد أن المناطق العشوائية تنتشر فيما يزيد عن 250 مدينة وقرية، وبالتالي المناطق العشوائية تمثل خطورة ليس فقط على حياة المواطن وإنما أيضا على أمن وسلامة المواطن. ولذلك ملف العشوائيات من الملفات اللي أخذت اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية والدولة، وأيضا رصد لها ميزانيات كبيرة جدا للنهوض بهذه المناطق العشوائية. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، تنتشر المناطق العشوائية في كل محافظات جمهورية مصر العربية. لو نظرنا إلى محافظة القاهرة هقول مسميات بس المناطق، هنلاقي حضرتك في مناطق عشوائية تقريبا منتشرة في المحافظة الأولى الإسكندرية في الترتيب، والثانية القاهرة من حيث انتشار المناطق العشوائية. تمام. عزبة الصفيح، عزبة خرلة، منشية ناصر في الدويقة، بطن البقر، اسطبل عنتر، منطقة وادي فرعون، حضرتك الدريسة في سوهاج، محافظات خارج القاهرة، منشية ناصر. طب الدولة عملت ايه علشان مثلث ماسبيرو وتل العقارب؟ يعني طبعاً عدد كبير من يعني حقيقي لو قعدنا نذكر اسماء مناطق عشوائية كثيرة جدا يمكن لا تسعها الذاكرة، ولكن سور مجرى العيون ايضا طبعا صحيح. طبعا تسعها ذاكرة الدولة والقيادة السياسية طبعا، وبالتالي تم تصنيف هذه المناطق، وحيك أشرت للنقطة دي، تم تصنيفها حسب درجة الخطورة. الخطورة صحيح. وبالتالي هناك أولويات، الأهم ثم المهم. طب إيه الأهم؟ الأهم هي المناطق الأكثر خطرا. خطرا من ناحية إيه؟ أولا قد تكون في مجرى للسيول، قد تكون تهبط عليها أو تسقط عليها صخور تدمر زي ما حصل قبل كده، قد تكون في مسار السكة الحديد، وبالتالي درجة الخطورة يتاخد الأخطر ثم الأقل خطورة. طيب ما تم القيام به في تطوير هذه المناطق العشوائية من مشروعات عملاقة؟ شفنا حي الأسمرات في المقطم، شفنا بشاير الخير في غيط العنب وهي منطقة عشوائية وأيضا كانت غير آمنة في الإسكندرية، شفنا مشروع أهالينا، شفنا كمان نقطة مهمة جدا مش بس في ما يتعلق بمشروعات لتطوير المناطق العشوائية ونقل المواطنين إلى حياة كريمة، شفنا مستوى العمارات والشقق اللي بتتعمل، شقق متشطبة مجهزة أيضا بها كل الخدمات، المشروع فيه كل الخدمات، يعني عمارات مثلا 10 أدوار فيها 2 أسانسير، خدمات كل حاجة، جامع، كنيسة، مولات، مناطق خدمية، صحيح. مدارس، مراكز صحية، فيها كل حاجة، ملاعب، مراكز والتجهيز شباب، والتجهيز على المفتاح، يعني مجرد الشخص يخش يسكن فقط. بالضبط بالضبط. وبالتالي توفير كل وسائل وسبل العيش أيضا. طيب. وسائل الانتقال. طيب دكتور ماجد، مهم احنا بنتكلم ده، نتكلم على تأثير ده على الاقتصاد المصري، قد ايه كان مهم ان انا انجز ملفات في غاية الخطورة علشان انهض باقتصاد؟ الاقتصاد ليس مال فقط، الاقتصاد استقرار حتى في الاوضاع، استقرار امني، استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، كل حاجة في الحقيقة بتهتم او بتصب في الاقتصاد المصري، وعشان كده في تصنيفات ائتمانية كتيرة جدا وكبيرة جدا، واخرها كان يعني بالامس الفيتش الدولية، ستاندرد اند بورز، عدد كبير من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، كله دائما وابدا بيقول ان في نظرة مستقرة وايجابية للاقتصاد المصري. تأثير ده كان فايدته قد ايه؟ وبنتكلم في الفترة ما بين 2013 الى 2021. منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014 الى الان، تم مجموعة من الإنجازات أشادت بها المؤسسات الدولية ومؤسسات تصنيف الائتماني، لكن خلينا نشوفها على أرض الواقع، إحنا بنلمسها ولا ما بنلمسهاش؟ تمام. من يدعي أنه هناك إنجازات محدودة فهو لا يرى ما تم من إنجازات. ليه؟ لأن الإنجازات في مختلف الأصعدة والمجالات، ده تحديات رهيبة حضرتك، مفيش دولة بتواجه الإرهاب وتعمل ملفات لكل القطاعات وتسير فيها في خطوط موازية، كمان في ظل جائحة كورونا اللي بقالها معانا دلوقتي ما يقرب من سنتين. طبعا. وبالتالي شهادة هذه المؤسسات بأن مصر تحقق معدل نمو إيجابي في ظل دول اقتصادياتها أكبر من مصر بكثير حققت معدل نمو سالب، ده إن دل فإنما يدل على أن هناك خطة محكمة
بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي من نوفمبر 2016. طيب خلينا نشوف كده، بما ان احنا بنتكلم عن العشوائيات، هو ايه اللي حصل في ملف العشوائيات؟ ملف العشوائيات مش بس تم انشاء مجموعة من المشروعات الضخمة والعملاقة بخدماتها المتكاملة، لكن ايضا تم تيسير طرق الوصول اليها من خلال شبكة الطرق والانفاق والبنية التحتية اللي كلنا بنشهدها. كان في الماضي المواطن بيتساءل هي الفلوس بتروح فين؟ النهاردة المواطن بيتساءل هي الفلوس دي بتيجي منين؟ طبعا هي بتيجي من عدة مصادر لا طبعاً شك طبعاً. الدولة بتنمي مصادر الحصول على الأموال أو موارد الدولة من خلال توسيعة قناة السويس، من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات، منها الطاقة ومنها الصناعة ومنها الزراعة ومنها الخدمات ومنها المشروعات اللوجستية. طب إيه تاني؟ قد تكون موارد الدولة لا تكفي لكل هذا الإنفاق أو الحجم الضخم جدا من الإنفاق في فترة وجيزة. مشاركة من القطاع الخاص أيضا مشاركة من القطاع الخاص طبعًا. لأن طبعًا. وقوف القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع دولته مهنة في النهاية ده بيعود عليا وعلى أبنائي، يمكن ده ما كانش متعارف عليه. دايما المشاريع الخاصة بالدولة كانت بتاعة الدولة بالزبط. مشاريع الخاصة تانية، وكان المستثمر فيها يعني بيعيش حياته إلى أقصى حد، بيفرض فلوس معينة، بيفرض ناس معينة، فما كانش فيه يعني الناس بتوصل لها أو المستحقين بيوصل لهم حقوقهم. اسمح لي أشكر حضرتك على الجملة دي فعلا، لأن مشاركة القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الدولة بهذا الشكل وبهذا الكم ما كانش موجود قبل كده. نمرة واحد. نمرة اتنين، مش بس كده، المواطن المصري، المصريين شعب عنده قوة إرادة وعنده تحمل وعنده وطنية وانتماء لدولته بشكل رهيب، حتى ولو كان في فترة من الفترات بيحس انه بيعاني او في ضغط شوية عشان اللي جاي هو الافضل، وبالتالي فعنده وطنية وانتماء، ولو لقى حد بيتكلم على مصر مش كويس تلاقيه يتضايق جدا طبعا. وبالتالي الشعب المصري تحمل بشكل كبير جدا ووقف جنب الى جنب مع القيادة السياسية وايضا مع حكومته ودولته. طب ما هو القطاع الخاص هو الشعب، وبالتالي مزيد من التعاون ما بين الدولة والقطاع الخاص ادى الى مزيد من الانجاز. ايضا ما يتعلق مش بس بملف العشوائيات، لا ايضا صحة المواطن. شفنا كم مبادرات غير عادية تتعلق بالصحة، من ضمنها 100 مليون صحة لمكافحة فيروس سي. كل ده ليه علاقة بملف العشوائيات الحقيقة، كله مرتبط ببعض طبعاً. هو تعريف العشوائيات، اسمحي لي اقول تعريف للبنك الدولي للعشوائيات. العشوائيات هي المناطق الغير مخططة التي تكتظ بكثافة سكانية عالية جدا وتفتقر إلى الخدمات والمرافق ولا تخضع لإشراف الدولة فيما يتعلق بمعايير البناء والالتزام صحيح، وتختفي بها بعض الفئات المنحرفة أو المنحلة. ليست كل المناطق العشوائية بها خلل أمني، ولكن هناك مناطق خطرة وأيضا هذه المناطق هي بؤر لذلك للأسف صحيح. لا شك. وأيضا هذه المناطق تحظى باهتمام الدول التي تريد أن تنهض، واحنا شفنا قد ايه اهتمام الدولة بملف العشوائيات. النهضة المصرية او الجمهورية الجديدة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي غير مسبوق هذا المعدل من الاداء والنمو في تاريخ مصر الحديث. صحيح، زي ما قلت كده لحضرتك في إشارة سريعة، كله مرتبط ببعضه. علشان أقدر أطور أو أعمل ملف زي العشوائيات لازم هرتبط بيه بصحة وتعليم وزيادة سكانية وخطرها اللي بيلتهم كل الاقتصاديات المختلفة سواء على المستوى المصري أو حتى العالمي. مهم جدا إن احنا نقنن هذا الموضوع ودايما يبقى فيه وعي ليه. بنتكلم عن خدمات وبنية تحتية، بنتكلم عن صحة ومسكن ملائم، كل التفاصيل في الحقيقة مرتبطة ببعض، وده أيضا بيخدم الاقتصاد المصري عن توفير أيضا فرص عمل للشباب وأيضا غير الشباب، للأسرة المصرية بشكل عام، اهتمام أيضا بالمرأة المصرية، مشروعات صغيرة متوسطة ومتناهية الصغر، كل ده يعني مرتبط ببعض، مش هقدر أفك حاجة عن حاجة، وده اللي بيخدم الاقتصاد المصري بدون شك. حضرتك هي منظومة متكاملة، منظومة متكاملة يعني بنمشي في كل الخطوط بشكل موازي، يعني الاهتمام بالصحة، الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بمستوى الخدمات، التأمينات والمعاشات، الحد الأدنى للأجور. حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا ألا وهو معدل الزيادة السكانية. معدل الزيادة السكانية آفة التنمية، بمعنى أن أنا يعني ما قلناش ما نخلفش، بس يعني أنجب من الأولاد ما يمكنني من تربيتهم وتعليمهم بشكل جيد. واحد. اثنين، احنا عندنا معدل زيادة سكانية 2.5% أكيموليت التراكمية، بمعنى لو احنا بس 100 مليون واحنا أكتر من كده بشوية، أنا في 2030 هبقى 125 مليون.
لان حضرتك ال 100 مليون في 2.5% بيعمل 2.5 مليون كل سنه، من غير التراكمي هتبقى 2.5 في 10 ب 25 مليون، يعني بقينا 125 مليون. وبالتالي لازم يكون في وعي من المواطنين ايضا ما يتعلق بالريف واهل الريف، دول اهالينا ويعني زي ما بنقول يعني اهلنا ومننا، بس هي الفكره ان ان جاب 5 أو 6 أو 7 اولاد ده بيعمل عائق مش بس للدوله، للاب ولكاهل الاسره المصريه. حلو قوي ان حضرتك تطرقت للريف المصري، وبالتاكيد لازم ياخد حيز كبير من اهتمامنا. اللي بيحصل في الريف المصري من تطوير وتنميه ليه رسائل كتيره جدا وكبيره جدا. يمكن دايما كان الناس او المصريين بيبصوا ان انا هطور، يعني هبدا بقى بالوجهه الحضريه بالوسط البلد وبالاماكن السياحيه والاثريه، وفي الحقيقه حصل فيها نقله كبيره جدا. يعني القاهره الفاطميه حصل فيها نقله، الوجهه الحضريه لوسط البلد وشارع التحرير وميدان التحرير، كل ده حصل فيه نقلات كبيره، وطبعا اماكن كتيره من المتاحف والاماكن الاثريه. مهم جدا نتكلم عن تطوير الريف المصري، عن مبادره حياه كريمه في الريف المصري، قد ايه ده ممكن يساهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير ويدفعه. لو انا اهتميت للريف المصري واهتميت بيه ووعيت بده باقامه مجمعات صناعيه متكامله هناك كمان بجانب الزراعه بالتاكيد. لا شك الريف المصري الدوله اولته رعايه واهتمام كبيره جدا. هناك مبادرة تطوير القرى المصرية والريف المصري مرصود لها 700 مليار جنيه، وبالتالي الريف المصري هو مصدر من مصادر يعني زي ما بيقولوا الباور او القوه للاقتصاد المصري، بما يحويه من اراضي زراعيه، بما يحويه من قوه عامله، بما يحويه من فرص ايضا لهذه العماله لخلق فرص وبالتالي تحسين مستوى دخل الاسره المصريه في الريف. الدوله اولت الريف اهتمام ورعايه كبيره جدا فيما يتعلق ليس فقط بالمرافق والبنيه التحتيه، ولكن ايضا كل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، وزياده هذه الخدمات الى الريف، أيضا الاهتمام بتعليم الريف أكثر ومحو الأمية. احنا عندنا نسبة محو أمية في القرى المصرية، الدولة تبنت سياسة كبيرة جدا لمحو هذه الأمية، أيضا تحسين جودة التعليم. أنا بعمل أستاذ جامعي، وبالتالي أنا بأشاهد وبألمس ما يحدث من تطوير في المناهج وأيضا تطوير في قدرات المعلمين والنظم. صحيح جميل. بدون نظم شك. التعامل بدون صحيح. شك حتى في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي هناك تطوير كبير جدا. ربنا مع اولادنا يا رب الفتره الجايه، امتحانات الثانويه العامه ربنا يوفقهم. ويمكن النظم الجديده دي كمان خلتنا ان احنا بننافس دلوقتي يا جماعه، احنا داخلين منافسه غير عاديه في التكنولوجي ان شاء الله، والبنيه الرقميه كمان جزء مهم قوي يا دكتور كمان في هذا الموضوع. نتكلم كله منصب في الاقتصاد المصري، كله بيخدم الاقتصاد المصري في الاول وفي الاخر في الحقيقه. لا شك. حضرتك اشرتي الى المظهر الحضاري لمصر، احنا شفنا في نقل المومياوات العالم كله اشاد يعني فخامه هذه المشاهد. وايضا انا لي بعض اصدقاء مستثمرين من الاخوه العرب في الخليج، والله كنت معاهم الاسبوع اللي فات، بيقولوا لي احنا منبهرين بما يحدث في مصر، احنا في دولتنا ما حصلش ده في ال7 سنوات. يمكن احنا في دولتنا في ال7 سنوات حصل عندنا تراجع بسبب ازمه كورونا والاحداث اقتصاديا وسياسيا وايضا صحيا. انتوا عندكم في ال7 سنوات، انا بنزل مصر على فترات، ده صديق لي رجل اعمال بيقول لي انا بندهش باللي بيحصل. تصدق انا بتصور في ميدان التحرير بالليل ميدان التحرير هيك له منظر رائع. وبالتالي كل اللي احنا بنشاهده كمصريين يخلي الواحد فعلا بكل فخر يقول لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. ليه؟ لان احنا حضرتك حتى واحنا يعني في المرحله الاولى من الاصلاح الاقتصادي، الدواء نفسه حضرتك بقى ليه حاجه اسمها سايد افكتس، اثار سلبيه طبعا. وبالتالي كان في ضغط على المواطن، ولكن المرحله الثانيه من الاصلاح الاقتصادي نمره واحد هو المواطن المصري ورفاهيته والخدمات المقدمه ليه في اولويات الدوله، وده اللي اشاد بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي ان الله مع الصابرين. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام ثم استوى على العرش، وكان قادر يخلقها سبحانه في أقل من لمح البصر. ولكن احنا في وضع، انظر حولك شوف الدول، من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته، واحنا الحمد لله في وضع أفضل بكثير من دول
انحلت وانهارت وضاعت طبعاً. وشعوبها تشردت في دول العالم. الحمد لله هو مش بس كمان حافظنا على ده، الحمد لله وحافظنا على دولتنا يعني بإيد مصرية وبجيش الشعب، بجيش طبعا مصر العظيم، وأيضا بالقيادة السياسية الحكيمة اللي وجهت كمان كل الدعم لتطوير وتنمية وتحديث ووجهة مختلفة في الحقيقة لمصر. عايز أروح مع حضرتك إلى تخصيص صندوق لتطوير العشوائيات، قد إيه كان ده مهم؟ يعني مش بس بحط ميزانيات وخلاص، مش بس بعمل على ملف في غاية الخطورة، وزي ما قلت حياتك هو كامل متكامل ومتناسق مع كل الوزارات المختلفة والهيئات المعنية بهذا الموضوع، لا مهم كمان كان تخصيص صندوق وماليات لهذا، تخصيص ماليات ودعم اقتصادي لهذا الصندوق. لا شك حضرتك، الصناديق اللي تم إنشائها وعلى رأسها صندوق تحيا مصر، الهدف منها هي توجيه كل الموارد اللي بترد إلى هذه الصندوق، إلى هذه الصناديق، إلى التنمية. وأيضا كل هذه الصناديق الهدف منها هو تحسين أداء الاقتصاد المصري بتوجيه هذه الموارد. أنا قلت لحضرتك بنتساءل هي الفلوس دي بتيجي منين؟ أيوة. وبالتالي توجيه كل هذه الموارد إلى تحسين مش بس أداء الاقتصاد المصري وتحسين رفاهية المواطن. نعمة الأمن والأمان خليني أشيد بها في عجالة لا تقدر طبعا. بمال طبعا. حضرتك ممكن يكون عندك برامج هوا وتخرجي من التلفزيون في وقت متأخر، عمرك ما تحسي أنك قلقانة. نعمة الأمن والأمان لا تقدر بمال، وأيضا معها أيضا اهتمام الدولة ورعايتها. وبالتالي كل هذه الصناديق اللي تم إنشائها بغرض تحسين معدلات أداء النمو الاقتصادي، احنا شايفين البطالة بتنخفض، التضخم بينخفض، معدل النمو متزايد، احنا عندنا معدل نمو إيجابي في فترة دول كبيرة حققت معدل نمو سالب. وبالتالي كل المؤشرات الاقتصادية بتقول إن الاقتصاد المصري يسير بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات القيادة السياسية والجيش والشرطة والقضاء والمواطن المصري الصامد بجانب دولته في طريق الفلاح. وفي الحقيقة تم إصدار كمان، يعني تكملة لكلام حضرتك، تم إصدار عدد كبير من التصريحات المهمة إن مصر ستكون من أكبر اقتصادات ده على مستوى العالم، أو من أكبر 10 دول ده في خلال عام 2024 إن شاء الله، وده نتيجة النمو السريع جدا، انخفاض معدل التضخم زي ما الدكتور قال تقريبا وصل ل 6%. مهم كمان احنا نتكلم عن انخفاض معدلات البطالة اللي وصلت 14%، بقينا النهاردة بنتكلم عن 7%. حاجات كتير كده بتخلينا نتفائل ونحس دايما ان الخير في مصر وفي اولادها. بشكرك جدا، نورتني الدكتور ماجد عبد العظيم، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم. انا اللي بشكر حضرتك استاذ شهناز، وسعدت وشرفت بوجودي مع حضرتك. اهلا بحضرتك وشرفتنا واسعدتنا، وكل سنة وحضرتك بألف خير. لسه معاكم فقرة كمان، خليكم معانا لحد 11 ان شاء الله.